الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتابع في مجالس الحديث النبوي اليوم قراءتنا لكتاب الأذكار للإمام النووي، وللذكر ثمرته ومكانته، فحيث ذكرت الله ذكرك الله، وحيث تحركت شفتاك ثق أن الله معك. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فلنلتزم في خشوع وخضوع، لأننا في مجلس من مجالس العلم والذكر التي ورد فيها هم القوم لا يشقى جليسهم. وعلى بركة الله نبدأ باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وروينا في صحيح البخاري رحمه الله من رواية حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت. وفي صحيح مسلم من رواية البراء بن عازب. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية التسبيح 34، وفي رواية التكبير 34. قال علي رضي الله عنه: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. متفق عليه. ورويناه في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي رواية ينفضه 3 مرات. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي الصحيحين عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس،
ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. اختلف العلماء في معنى كفتاه، فقيل من الآفات في ليلته، وقيل كفتاه من قيام ليلته. قلت: ويجوز أن يراد الأمر. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إلي. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. هذا لفظ إحدى روايات البخاري وباقي روايات ورواية مسلم مقاربة له. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، وذكر الحديث وقال في آخره: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. أخرجه البخاري في صحيحه. فقال: وقال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا متصل، فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه. وأما قوله أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين إن البخاري أخرجه تعليقا فغير مقبول، فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره وقال فلان محمول على سماعه منه وعلى اتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه، وهذا من ذلك. وإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر بأن يقول في مثل هذا الحديث: وقال عوف، أو قال محمد بن سيرين وأبو هريرة، والله أعلم. وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. ورواه الترمذي من رواية حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث صحيح حسن. ورواه أيضا من رواية البراء بن عازب، ولم يذكر فيها 3 مرات. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا
ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وفي رواية أبي داود: اقض عني الدين واغنني من الفقر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مغني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا بالإسناد الحسن في سنن أبي داود عن أبي الأزهري، ويقال أبو زهير الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي واخبئ وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء. وروينا عن الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال: الندي القوم المجتمعون في مجلس، ومثله النادي وجمعه أندية. قال: يريد بالندي الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة. ورأينا في سنن أبي داود والترمذي عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله عز وجل؟ تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادنا إلى الإمام أبي داود والترمذي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد. قال الترمذي: حديث حسن. فروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كافاني وآواني
وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله تعالى له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد النجوم، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وروينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك شيء إن شاء الله تعالى. وروينا أيضا في سنن أبي داود وغيره من رواية أبي هريرة، وقد تقدم روايتنا له عن صحيح مسلم في باب ما يقال عند الصباح والمساء. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلاً إذا أخذ مضجعة أن يقرأ سورة الحشر، وقال: إن مت مت شهيداً، أو قال: من أهل الجنة. روينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. وقال ابن عمر: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قدمناه في باب ما يقول عند الصباح والمساء في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا اضطجعت.
روينا في كتاب الترمذي وابن السني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله تعالى حين يأخذ مضجعه إلا وكل الله عز وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه يؤذيه يهب متى هب. إسناده ضعيف، ومعنى هب انتبه وقام. وروينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فقال الملك: اللهم اختم بخير، فقال الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأه يعني يحرسه. وروينا فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا اضطجع للنوم: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي. وروينا فيه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله عز وجل حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه سأري، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن الجوع فإنه بئس الضجيع. قال العلماء: معنى اجعلهما الوارث مني أي أبقيهما صحيحين سليمين إلى أن أموت. وقيل المراد بقاؤهما وقوتهما عند الكبر وضعف الأعضاء وباقي الحواس، أي يجعلهما وارثي قوة باقي الأعضاء والباقين بعدها. وقيل المراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، وبالبصر الاعتبار بما يرى. وروي: واجعله الوارث مني، فرد الهاء إلى الإمتاع فوحده. وروينا فيه عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أيضا قالت: ما كان رسول الله منذ صحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل
والمال وعذاب القبر ومن الشيطان وشركه. وروينا فيه عن عائشة أيضا أنها كانت إذا أرادت النوم تقول: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. وكانت إذا قالت هذا قد عرفوا أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح أو تستيقظ من الليل. وروى الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وروي أيضاً عن علي رضي الله عنه: ما أرى أحداً يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وفي رواية: كانوا يستحبون أن يقرأوا هؤلاء السور في كل ليلة ثلاث مرات: قل هو الله أحد والمعوذتين. إسناده صحيح على شرط مسلم. واعلم أن الأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق للعمل به، وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفاً من الملل على طالبه، والله أعلم. ثم الأولى أن يأتي الإنسان بجميع المذكور في الباب، فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهم. تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالإسناد المتصل إلى الإمام النووي نكمل القراءة. يقول: باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى. روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة. قلت: الترة بكسر التاء المثناة فوق وتخفيف الراء، ومعناه نقص، وقيل تبعه. باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده. اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين: أحدهما من لا ينام بعده، وقد قدمنا في أول الكتاب أذكاره، والثاني من يريد النوم بعده، فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبه النوم، وجاء فيه أذكار كثيرة، فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول، ومن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير، والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. هكذا ضبطناه في أصل سماعنا المحقق وفي النسخ المعتمدة من البخاري، وسقط قول ولا إله إلا الله قبل والله أكبر في كثير من النسخ، ولم يذكره الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين، وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره، وسقط في رواية أبي داود. وقوله اغفر لي أو دعا هو شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة، وهو شيخ شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم تعار هو بتشديد الراء، ومعناه استيقظ. وروينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تعار من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وروينا فيه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رد الله عز وجل إلى العبد المسلم نفسه من الليل فسبحه واستغفره ودعاه تقبل منه. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه وابن السني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، إنه لا يدري ما خلفه عليه، فإذا اضطجع فليقل: بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الترمذي: حديث حسن. قال أهل اللغة: صنفة الإزار بكسر النون جانبه الذي لا هدب فيه، وقيل جانبه أي جانب كان. وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله في باب الدعاء آخر كتاب الصلاة عن مالك أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم. قلت: معنى غارت غربت. باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم. روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال: قل: اللهم غارت النجوم
وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد. وروينا فيه عن محمد بن يحيى ابن حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا حديث مرسل، محمد بن يحيى تابعي. قال أهل اللغة الأرق هو السهر. وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف وضعفه الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم وأن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه. روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن السني وغيرها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. قال وكان عبد الله بن عمرو وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل، كتبه فأعلقه عليه. قال الترمذي حديث حسن. وفي رواية ابن السني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى أنه يفزع في منامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فقالها فذهب عنه. باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. روينا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وفي رواية فلينفث والظاهر
أن المراد النفث، وهو نفخ لطيف لا ريق معه. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وروى الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعا: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. وروينا في كتاب ابن السني قال: وروينا في كتاب ابن السني وقال فيه: إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل عن يساره ثلاث مرات، ثم ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الأحلام فإنها لا تكون شيئا. باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا. روينا في كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لمن قال له رأيت رؤيا؟ قال: خيرا رأيت وخيرا يكون، وفي رواية: خيرا تلقاه وشرا توقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وفي رواية لمسلم: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي رواية: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب الدعاء في جميع ساعات الليل كل ليلة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. روينا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. باب أسماء الله الحسنى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق،
الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المغيث، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر، وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره. قوله المغيث روي بدله المقيت بالقاف والمثنى، وروي القريب بدل الرقيب، وروي المبين بدل المتين بالمثنى فوق، والمشهور المثنى، ومعنى أحصاها حفظها، هكذا فسره البخاري والأكثرون. ويؤيده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة، وقيل معناه من عرف معانيها وآمن بها، وقيل معناه من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها. كتاب تلاوة القرآن. اعلم أن قراءة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر، وللقراءة آداب ومقاصد، وقد جمعت قبل هذا فيها كتاباً مختصراً مشتملاً على نفائس من آداب القراء والقراءة وصفاتها وما يتعلق بها، لا ينبغي لحامل القرآن أن يخفى عليه مثله. وأنا أشير في هذا الكتاب إلى مقاصد من ذلك مختصرة، وقد دللت من أراد ذلك وإيضاحه على مظنته، وبالله التوفيق. فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة. ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلاً ونهاراً، سفراً وحضراً، وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل 10 ليال ختمة، وآخرون في 8 ليال ختمة، وآخرون في كل 7 ليال، وهذا فعل الأكثرين من السلف، كل 7 ليال، وآخرون في كل 6 ليال، وآخرون في 5، وآخرون في 4، وكثيرون في كل 3، وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة، وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين، وآخرون في كل يوم وليلة 3 ختمات، وختم بعضهم في اليوم والليلة 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. وممن ختم 4 في الليل و4 في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور ابن ذاذان من عباد التابعين رضي الله عنهم
أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختمه أيضاً فيما بين المغرب والعشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئاً. وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهداً رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء، وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمنهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير والمختار. أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة في القراءة. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ، فإن كان ممن يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: الأفضل الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره ويكمل القراءة. الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خير العابدين وسيد الذاكرين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد. فبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال: روى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي الجليل رضي الله عنه قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل ومن أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: من ختم القرآن آية ساعة كانت من النهار أو أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه. ورأينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:
إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أو ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد رضي الله عنه. فصل: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره. وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير منه أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة. وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة. وأما ما حكاه ابن أبي داود رحمه الله عن معان بن رفاعة رحمه الله عن مشيخة أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا إنها دراسة يهود، فغير مقبول ولا أصل لهم. ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخيرة من شهر رمضان ومن الشهور رمضان. فصل: قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في صلاة، وأما من يختم في غير صلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن يكون ختمهم في أول الليل أو أول النهار كما تقدم. ويستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه، وقد صح عن طلحة بن مصرف والمسيب بن رافع وحبيب بن أبي ثابت التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين أنهم كانوا يصبحون صياما اليوم الذي يختمون فيه. ويستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحسن القراءة، فقد رأينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدون الخير ودعوة المسلمين. وروينا في مسند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وروى بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة بالتاء المثنات فوق ثم المثنات تحت ثم الباء الموحدة التابعي الجليل الإمام قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض رواياته الصحيحة وأنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. وروى بأسانيده الصحيحة وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. فصل: ويستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا تأكيدا شديدا لما قدمناه. وروينا في مسند الدارمي عن حميد الأعرج رحمه الله قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات، وتعاونهم على البر والتقوى، وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه، وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين. وقد أشرت إلى أحرف من ذلك في كتاب آداب القراء، وذكرت فيه دعوات وجيزة من أرادها نقلها منه. وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلا بالختم، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال
الحل والرحلة، وفي رواية والرحلة. قيل وما هما؟ قال افتتاح القرآن وختمه. فصل في من نام عن حزبه ووظيفته المعتادة. رأينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها. وروينا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رأينا في كتابي أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل في المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. تكلم الترمذي فيه. تمام. قال: ورأينا في سنن أبي داود ومسند الدارمي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى يوم القيامة أجر ذنب. فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارئ الاعتناء بها، وهي كثيرة جدا. نذكر منها أطرافا محذوفة الأدلة لشهرتها وخوف الإطالة المملة بسببها. فأول ما يؤمر به الإخلاص في قراءته، وأن يريد بها الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك، وأن يتأدب مع القرآن ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله سبحانه وتعالى ويتلو كتابه، فيقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يره فإن الله تعالى يراه. فصل: وينبغي أنه إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود الأراك، ويجوز بغيره من العيدان وبالسعد والأشنان والخرقة الخشنة وغير ذلك مما ينظف. وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، أشهرها عندهم لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض أصحابنا: يقول عند السواك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين، ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا، ويستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد اللين، فإن اشتد يبوسه لينه بالماء. أما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم فيه وجهان؟ أصحهما لا يحرم، وسبقت المسألة أول الكتاب. وفي هذا الفصل بقايا تقدم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أول الكتاب. فصل: ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. ودلائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها، وصعق جماعات منهم عند القراءة، ومات جماعات منهم.
ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء، فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ذكرت آثارا كثيرة وردت في ذلك في التبيان في آداب حملة القرآن. قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيم الخواص رضي الله عنه: داء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر. دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فصل: قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، هكذا قاله أصحابنا، وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم، وهذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف. فصل: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإصرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإصرار أبعد من الرياء، وهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر، ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، لأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرض حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا فهو حرام. ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فهي على ما ذكرناه، إن أفرط فحرام وإلا فلا. والأحاديث بما ذكرناه من تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغيره، وقد ذكرته في آداب القراء قطعة منها. فصل: ويستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط الصورة أن يبتدأ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام، ولا يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار، فإن كثيرا منها في وسط الكلام المرتبط، ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب. وابتسم ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة بكاملها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، لأنه قد يخفى الارتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن. فصل في بيان كراهية وجواز ما يقوله الرجل إذا نسي شيئا من القرآن: يكره أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها. قال: رأينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسيا. وفي رواية
وفي رواية الصحيحين أيضا بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هي نسية أو بل هو نسية. قال ورأينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح كنت أنسيتها. فصل. وقد روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في يوم وليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ 500 كتب له قنطار من الأجر. وفي رواية من قرأ 40 آية بدل 50، وفي رواية 20 آية. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. وجاء في الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا. قال ورأينا أحاديث كثيرة في قراءة سورة في اليوم والليلة، منها ياسين وتبارك الملك والواقعة والدخان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في يوم وليلة ابتغاء وجه الله غفر لهم. قال وفي رواية له من قرأ سورة الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورا لهم. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. وعن جابر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب وتبارك الملك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة إذا زلزلت الأرض كانت له كعدل نصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون كانت له كعدل ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد كانت له كعدل ثلث القرآن. وفي رواية من قرأ آية الكرسي وأول حاميم عصم ذلك اليوم من كل سوء. والأحاديث بنحو ما ذكرنا كثيرة، وقد أشرنا إلى المقاصد، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. هذا وبالله التوفيق. شكر الله لكم. والآن وصلنا إلى نهاية الدرس، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا ويختم لنا وإياكم بالصالحات إلى أن نلتقي في لقاء قادم. نسأل الله أن يجمعنا على ما افترقنا عليه من الخير، إنه على كل شيء قدير.